السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد وشهيوة جديدة. اليوم غنشارك معكم الغديوة ديالي، وكنتمنى البنات المبتدئات يتبعوا معايا ويعرفوا كي يديروا يطيبوا دجاجة وحدة بالدغميرة معسلة. ودابا ان شاء الله غادي نصاوبها معكم. وجات الغديوة فنة فنة بزاف، والدغميرة جات كتحمق. ودابا كنتمنى تتبعوني وما تنساونيش بجيم وابوني، وتابعوني من الاول حتى الاخر باش تفهموا مزيان كي درت النصيب. بسم الله توكلنا على الله. دابا غنصب معكم الدجاجه ان شاء الله محمره ومدغمره بالدغميره واعره، وغنكتر لها الدغميره دجاجه وحده، وغادي نكتر الدغميره بزاف. بسم الله غندير شويه ديال الثومه والحامض والملح مدقوقين على حساب الدجاجة، غير شوية ديال التومة وشوية ديال الحامض مرقد. وغندير العطرية، غندير جوج معالق ديال الخرقوم، وغادي ندير شوية ديال التحميرة، غير راس معلقة ديال التحميرة باش تجي الدغميرة حمرة ما تجيش صفراء، ومعلقة ديال سكينجبير. وغندير جوج معالق ديال البزار، وغندير معلقه معمره ديال القزبر، وغادي ندير شويه ديال الماء وندير فيه ونشرم الدجاجه. كتجي زوينه بزاف بزاف. هذا هو النصيب ديال الدجاج. والمعدنوس راه كندير غير قبيطه ديال المعدنوس، ما كندقش انا المعدنوس في شرموله. كتجي الدغميره كحله، كتجيش معسله وزوينه، كتبان دغميره موسخه ما كتبانش زوينه. دابا هكايا كندير الماء ونحرك، ما كنديرش الزيت حتى تشرب الدجاجه العطريه ديالها. كندير الدجاجه ديالي وندير لها الحامض والثومه والعطريه لداخل، وندير في الخضار ديالها وكلشي كتشرمل. والخرقوم عندي راه كيطلق، كنشرم لها لداخل ما بين فخيضاتها وكلشي، كنحشي لها العطريه والحامض وهذا، وكنشرم لها مزيان، كندخل لها العطريه مزيان لداخل، وكتبقى العطريه عاوتاني في الكوكوط. وكنكتفها من رجيلاتها هكايا، كنحشي رجيلات مزيان. وديك البصله فاش كنحشيو الرجيلات ما خصهاش تقب مزيان، تبقى دايره مضيقه. وكنهرس لها الضلوع باش تبقى الدجاجه شاده الديكور ديالها، ما يتفرتكولهاش الرجلين. ديما الدجاجه خص الضلوع ديالها هكا يتهرسو. والكبيده وعندي جوج كبيدات تما وجوج قوانص، غنديرهم كاملين وغادي نديرهم دابا بحرا يطيبوا مع الدجاجه ويعطيو المذاق ديالهم. وغادي ندير بصيله وحده اللي غندير دابا ونديرو يدغمر. ودابا نتوما تشوفوها هي كتطلق، والخرقوم غير كيوصل العافيه كيطلق اللون زويون. ودابا غتحمر مزيان، غادي نديرها في العطريه ديالها حتى تشد اللون ديالها، وعاد ندير لها هذا البصله والزيت. وهي كتقلى، ضروري تقلى في الماء والعطريه، الماء والعطريه ماشي الزيت، تقلى مزيان. وكنتمنى البنات المبتدئات اللي بغاو ينصبوا دجاجه وحده هكايا غير ينصبوها ويتبعوا الطريقه ديالي. دابا انا درت لها المعدنوس وغندير لها بصيله وحده، من بعد عاد غادي ندير البصله ديال الدغميره حتى طيب الدجاجه ونحيدها، وعاد غندير واحد كيلو ونص هكاك ديال البصله. وغندير الزيت، الزيت البلديه انا نصبت بها دابا، وغادي نمرقها وما غنسدش عليها، غنخلي غير الكوكوط اللي مزروب يسد عليها شويه. انا ما غنسدش عليها، غادي نخليها غير بحال هكا طاو وطيب وصافي، حيت الدجاج كيطيب دغيا. غادي نسد عليها دابا الطيب هكايا. وهي من بعد ما طابت لي الدجاجه غادي نحيدها باش ندير البصله، كيلو ونص ديال البصله شلطها هكايا مزيان وغنديرها طيب. دابا الدجاجه ملي تقوقات هكا راه طايبه، انا حيدتها ولقيتها طايبه، وها هي الدغميره الاولى. وغادي ندير البصله عاد واحد كيلو ونص ديال البصله باش الدغميره تجي واعره. دابا غنحرك هكا غير فديك المريقه، ما غنزيد المرقه ما والو، وغادي نسد عليها الكوكوط غير شويه تنزل البصله، وغادي نخليها تقلى. والدجاجه غادي ندير فوق منها شويه ديال الزيت حتى تنشف،
ندير فوق منها شويه زيت ونحشيها في الفران تحمر. وهاد الغميره ديالي واجده، طابت البصله وتحمرات، جات واعره، جات زوينه، جات كتحمق. وعاد خليتها شويه باش نغمسوها، دابا ما شفتهاش كاع حتى لحد ما شفتهاش. خليت شويه ديال المرقه، عرفتوا الغداء وهذا، باش نغمسو خبيز وهذا. دابا الدجاجه ديالي جات محمره وزوينه غير في الفران، ما قليتهاش في الزيت، غير الفران كندير لها شويه زويته من الفوق، ونسخن الفران مزيان ونخليها في الفران غير من الفوق، كتحمر ليا هكا ما كنهبطهاش كاع من التحت. وهاد الدغميره كي جات، جات واعره الدغميره، جات زوينه بزاف، واعره واعره بزاف، وجات كثيره، كيلو ونص ديال البصله درتو كامل، وجات الدغميره واعره، ودوك الكبيدات والقوانص، جات الدغميره واعره. وكنتمنى تجربوها، وما تنساونيش بابوني وجيم، وبقاو تابعوني من الاول حتى الاخر، والشيوات ديالي راه غيعجبوكم. ورافقتها بالشلاضه ديال الطون والروز وجلبانه وخيزو وبطاطا هكايا، باش ندوزو الغديوه، والزيتون ديال الدار والخبز ديال الدار. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال.